مساء الخير عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اذا اليوم مع مطبخ سيليا راح نبارطاجي معكم طريقتي في تحضير سكالوباني. هذه طريقه سهله وبسيطه واقتصاديه، ويجي سكالوب تاعك بنين مليح وخفيف كذلك، يجي طري من الداخل. اذا حبيباتي نجوز مباشره الى طريقه وفرجه ممتعه باذن الله. إذا نحتاج إلى سكالوب، قطع من سكالوب حسب عدد أفراد العائلة ديالك. أما بالنسبة لسكالوب تقدر تديري سكالوب دو داند ولا سكالوب دو بولي، هذا حسب الاختيار ديالك. نحتاج كذلك إلى البيض حسب عدد السكالوب اللي درتيه، وإلى لاشابلوغ الخبز يابس المرحي، وإلى التوابل مع الملح. نبدأ على بركة الله. بسم الله، نحط في الأول بيضة كاملة. أنا عندي شوية برك من سكالوب، ألوغ أكتفي ببيضة واحدة، نخلطها مليح. ثم نضيف شوية برك من الملح لأن سكالوب ديالي ملحته من قبل. شوية راس الحانوت وشوية فلفل كحل. نخلطهم مليح. وبعد ذلك نضع شرائح السكالوب داخل البيض ونخليهم يرتاحوا حوالي نصف ساعة حتى يشربوا كامل البيض مع التوابل ويكون عندهم نكهة طيبة. اذا هنا مشاهدينا الكرام بعد مرور نصف ساعة ناخذ شرائح السكالوب نخرجوها من داخل البيض ونضعها داخل لاشابلوغ الخبز اليابس المرحي، نرمدها بالكامل كما راكم تشوفوا في الفيديو هكذا بهذا الشكل. نتحصلوا على هذه القطعة كما راكم تشوفوا. نديركم قطعة ثانية نفس العملية، نواصل نفس الخطوة لباقي الشرائح حتى نكملهم ونتحصلوا على شرائح بهذا الشكل. وبعد ذلك نروح نسخن الزيت ونقليهم في الزيت كما راكم تشوفوا في الفيديو حتى يتحمر الوجه الأول، وبعد ذلك نروح نقلبهم في الوجه الثاني، وكي نخرجوهم نديروهم فوق البابيي ابسوربون ديريكتومون فوق ورق المصاص هكذا باش يمتص الزيت الزائد. اذا حبيباتي ها هو السكالوب اللي تحصلت عليه كما راكم تشوفوا، المنظر تاعو شباب مليح والبنه هايل بصراحه، يجي خفيف مليح بالداخل. نقطع لكم حبه تشوفوها في الداخل كما راكم تشوفوا، خفيف وظريف. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى فيديو تاع اليوم نال اعجابكم، ونتمنى تدعموا القناه ديالي بالاشتراك ديالكم وبليجام ولي كومونتير، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس هكذا باش تواصلوا بجميع فيديوهات القناه. اذا حبيباتي نخليكم في رعايه الله وحفظه، ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله، والى اللقاء.